مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة مع برنامجكم الأسبوعي من فلسطين. ومن وسط هذا الظلام الدامس يخرج غربان الاحتلال الإسرائيلي ويقومون بمجازر ضد الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وهنا في قطاع غزة. وفي هذا العدد الخاص سنسلط الضوء على الجرائم الإسرائيلية بحق المقدسيين والشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة. قضية الشيخ جراحي قضية كل حر وشريف في هاي البلد بظل الهجمة الشرسة اللي قوم فيها قوات الاحتلال وبلدية الاحتلال من هجمة الشرسة على المقدسيين بفرض الضرائب بإخلاء البيوت بهدم المنازل. بنقول يعني إحنا بقول هنا كما بقي الزيت والزيتون والزعتر مش جازرين بأرضنا يعني يعني الحق وإحنا أصحاب الحق. لا يعني لا وجود للكيان الصهيوني هون. يعني بحاولوا يعملوا لهم تاريخ، بحاولوا يعملوا لهم حاضر بهالبلد، لكن الجميع يعلم إن ليس لهم شيء. جوا جنة جنة اسلم يا مصر على المكشوف وعلى المكشور. طبعا هذا نتج عن الضغط الداخلي والخارجي على الحكومة الإسرائيلية وعلى القضاء الإسرائيلي أنهم وقفوا إخلاء عائلات من حي الشيخ جراح، وهذا يعني شيء كبير بالنسبة لنا. يعني بالفعاليات الأخيرة اللي صارت بالحي عندنا منذ 4-5 أيام لغاية اليوم، ونحن مستمرين لغاية نهاية رمضان وبعد رمضان مستمرين في فعالياتنا يوميا من أجل رفضنا لإخلاءنا من بيوتنا. هذا اللي احنا مستمرين فيه للنهاية، مش رح يعني نستسلم. أمريكا يا أقصى بالروح بالدم. جماهيرنا الفلسطينية في مدينة القدس يتعرضون لأبشع وسائل القمع والتمييز العنصري ضد حكومة الأبارتايد الصهيونية ضد مدينة القدس وضواحيها وخاصة حي الشيخ جراح. يريدون اقتلاع الجماهير الفلسطينية من القدس بكل قوة، ولكننا نؤكد إلى العالم أجمع وإلى كل الجماهير بأن مدينة القدس مدينة مقدسة وتستطيع أن تدافع عن أهلها وتدافع عن جماهيرها، وأن الهبة الشعبية التي تمر بها مدينة القدس قوية جدا من جماهيرنا الفلسطينية دائما وأبدا تتواجد هناك للدفاع عن القدس والدفاع عن حي الشيخ جراح. جماهير شعبنا تنتفض من قطاع غزة حتى الناقورة، شعبنا الفلسطيني في كل مكان ينتفض توجها إلى القدس، لأن القدس هي عزيزة وقوية على نفوسنا، وسنستمر نضالنا من أجل بقاء القدس عربية موحدة، وبكل إمكانياتنا سنستطيع أن نناضل ضد هذه الأساليب العنصرية التي تنتهجها حكومة احتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس وضواحيها. فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم تؤكد بأنها ليست بمنأى عما يحدث في مدينة القدس، وهي من أهم مهامها الدفاع عن أبنائنا وبناتنا المرابطين والمرابطات في بعهة المسجد الأقصى الذين يدافعون بصدورهم العارية عن المسجد الأقصى. لذا نحن نؤكد بأننا معهم وأن معركتهم هي معركتنا وأن دمهم هو دمنا، ولن يعيش العدو الصهيوني آمنا أو مستقرا طالما أنه يرتكب هذه الجرائم والتطهير العرقي ضد أهلنا في مدينة القدس. استمرار العربدة والبطش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في القدس وفي حي الشيخ جراح أوصل المشهد إلى مواجهة عسكرية بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. إسرائيل رفضت كل الوساطات على مدار أكثر من أسبوع، دول إقليمية وعربية تدخلت من أجل احتواء الموقف، وبالتالي النتيجة اليوم كان للمقاومة كلمتها
قصفت مدينة القدس، وهذه معادلة جديدة اليوم تفرضها المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي، بأن القدس ليست وحدها وأن الغزة كرام الله كالقدس فلسطين وحدة واحدة. الاحتلال الإسرائيلي هو من يتحمل مسؤولية التصعيد من خلال استهدافه لمدنيين آمنين سواء منازلهم أو منشآتهم. استمرار قصف مواقع المقاومة قامت به المقاومة رغم أعطائها أكثر من تحذير للاحتلال لوقف الاستفراد بأبناء شعبنا وأدوانه على المصلين وعلى المسجد الأقصى وعلى الشيخ جراح، لكن الاحتلال أدار الظهر مما دفع قوى المقاومة للدفاع على أبناء شعبنا الفلسطيني. عدوان الاحتلال غير مبرر، وإذا كان يعتقد أنه من خلال هذا القصف ومن خلال هذا التصعيد يمكن أن يثني المقاومة غرفة العمليات المشتركة عن الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني هو واهم، هو من يتحمل مسؤولية التصعيد. احنا في البيت قاعدين، ما شفنا الا الضوء كلها في الزيتون، المستصفى الزيتون. ايش اللي صار مش عارفين، ما شفنا الا الضوء كلها بتهيل فوقينا، كل القزاز كل هذا. يعني ابني انا مريض سي بي ما بمشيش على عرباي، كان يعني الله حميت، انا رميت حالي فوقيه عشان احميه. يعني لو انا ما رميتش حالي فوقيه للولد تمزع، كل القزاز عماره هيل فوقينا والحمد لله. اي عيد؟ اي في عيد؟ هو في عيد؟ مين وين العيد؟ هو بس احنا فيش عندنا عيد؟ وين يشوفون العالم يقولوا وين العيد تبعنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل وبس. الله يرحمك، الله يرحمه. والله يا رب حيلتي يا رب، والله حيلتي اثنين، والله يا رب اخذهم، والحمد لله لله ما اخذ والله ما اعطى، الحمد لله والشكر له. اثنين شهداء والله ضربوا على باب الدار، والله يقطعوهم الاحتلال. ايش سووا الصغار هذول؟ ايش سووا هذا صغير؟ ايش سووا؟ مش حرام عليه صغير؟ ايش دخله؟ هذه الجريمة اللي صارت اليوم بالعمدة أن الاحتلال تعمد فيها، بيجي 30 نفر قاعدين على باب البيت كلهم أطفال، أصغر واحد فيهم 8 شهور شهيد، أبو 8 شهور شهيد، فيش أذى اليهود اللي عمره 8 شهور؟ فيش أذى اليهود؟ إيش عمل؟ ما شافش حياته، ما شافش الدنيا، لسه بعرفش أمه من أبوه. إحنا بنقول للاحتلال بنحمله هذه المسؤولية كاملة، وحسبنا الله نعم الوكيل. وأحمد واحد بناتهم عريس بعد العيد بخمس أيام عرسه، حاجز وكل حاجة، استشهد بدل ما يتجوز استشهد، حسبنا الله نعم الوكيل. بنات صغار بعمر 9 سنين وبسبع سنين، وأكبر شهيد الأكبر واحد في الشهداء أحمد 24 سنة. قاعدين أنا وجاري فجأة ضربوا دار ورانا أرض وأسد صقية بيجري، والحمد لله واخذونا الشفة وكل خير صار. شعب شعب شعب، يعني الوضع صعب. طلعت أنا وجاري في مرة عنا قطعت في الشارع في الأسفلت، والله يعلم شو صار، والله واخذونا هالشفة. نزل صاروخ جنبنا في أرض فاضية، في أرض خالية،
فما شفتش حاجة، اضطرت أنا والشاب طرنا فوق بعض على الدرج، في جنبنا درج، طرنا على الدرج، قمت من الغبرة لقيته بزحف رجليهم فيهم شظايا، والمرة طلعت كانت جنبي قبالي مرة لقيت رجليها مقطعات، وفي شباب كانوا مرميين مصابين، ما عرفتش ايش صار، بس ضليتني مع الشاب أنا وهي اللي صار. كنا مدنيين، أنا قاعد عادي في الشارع ما فيش حد، حتى أنا مستغرب ليش ضربوا، إيش فيها الأرض، إحنا كنا مدنيين قاعدين، حتى هذا الشاب له كارة قهوة وشاي يعني قاعدين عنده سهرانين، فمستغرب إيش اللي ضربوه، حتى مش عارف ودار أرض مش عارف. والله الشعب الفلسطيني بحي العالم كله، بقول له يعطيك العافية، كفيت ووفيت. كنا في بداية النوم يعني، يدوب يعني الإنسان بدأ يدخل في النوم يعني، فجأة شعرت إنه حصل زلزال في البيت عندي أنا، حصل زلزال يعني بمعنى الكلمة، البيت يعني تقريبا راح يعني راح وإجا زي ما بيقولوا، وتقريبا تقريبا الزجاج بالطاير كلها بتقع علينا. فتحنا باب البيت أنا وزوجتي، لقينا الممرات كلها بتقع، الغبرة كلها دخلت علينا، وناس بتتصل علينا على التلفون يقولوا يا عم تقريبا القصف مش عندكم. لا بعد شوية بقول لك وانت بتنزل، لا 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 استنوا شوية القصف مش عندكم، فبقينا نطمن شوية، فتفاجئنا الناس بقول لك لا قصف على باب البرج عندك، قصف عندك على باب البرج، ايش بتسوي يا عم انزلوا بسرعة. تخيل وانت بتنزل كل طابق بينزل صاروخ F-16 على باب البرج، كل طابق بتنزله بينزل ومعاك ست يعني مجموعة من النساء والشيوخ والأطفال في حالة رعب شديد، وتعاملنا مع الأمور انه احنا يعني متنا، لأنه قلنا خلص هذا صاروخ تحذيري واليهود فقدوا عقلهم وحيضربونا كلنا وحنموت، فتعاملنا مع الموضوع انه احنا متنا يعني، وتشاهدنا تماما، وصلنا باب البرج للاسف لقيناه مغلق من الصاروخ من الصواريخ، وانا طبعا والناس كلها وقعت على ايدينا وعلى رجلينا من الزجاج. فجاه انتقلنا لبرج الف، احنا في برج باء، لقينا الحمد لله باب البرج مفتوح. طبعا المشكله انه احنا يعني ما كناش محذرين يعني، لو حذرونا من قبل الواحد بياخذ احتياطه، بس انت في حاله نوم وصير هذا الرعب اللي حصل حاجه لا تصدق يعني، حاله رعب شديده كانك تتفرج على فيلم رعب بامانه يعني، هذا ما حصل بالضبط يعني. لقينا باب الوكاله مفتوح، كيف وصلنا باب الوكاله ودخلنا باب الوكاله حتى الان انا مش عارف يعني كيف كلنا دخلنا، لانه كنا في حاله صعبه جدا بصراحه يعني، منظر مرعب. انا يعني بتوقع لو كانوا بلغونا من الاساس وتركنا البرج وقصف البرج وهو فارق كان اهون علينا من اللي حصل، لانه اللي حصل انا يعني بصراحه بدون مبالغه مش قادر اوصف لك المنظر، انت بتموت اقسم بالله العظيم، الناس كانت بتموت خلاص، انت قاعد بتنقصف على اساس انه البرج خلاص هيقع علينا واحنا حنكون تحت الركام، وبدك طبعا 700 سنة لما تطلع من تحت الارض يعني. استهداف الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين هذا ليس بنك أهداف، هذا فشل إسرائيلي وعجز في التعامل مع قطاع غزة، هذا فشل وعجز إسرائيلي أمام المقاومة وأمام صمود المقاومة الفلسطينية. نحن اليوم أمام ساعات ترقب، هناك اتصالات دبلوماسية من أجل احتواء الموقف الفلسطيني ووقف الاعتداءات، مطالب المقاومة واضحة، وقف حالة التطهير العرقي في حي الشيخ جراح، ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى والانسحاب من باحات الأقصى. حال نجحت هذه الوساطات بتقديري سنكون أمام ساعات من الهدوء، أما إذا فشلت فسنذهب إلى السيناريو الآخر، وهو استمرار جولة المواجهة العسكرية بين الفصائل المقاومة والاحتلال إلى عدة أيام. نحن ماضون
في الدفاع عن أبناء شعبنا الفلسطيني ومطالبة الاحتلال بواقف كل أشكال التصعيد على شعبنا سواء في القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، وإلا يتحمل النتائج والتداعيات التي تترتب عن استمرار هذا العدوان على شعبنا الفلسطيني. نؤكد بأننا معهم وأن معركتهم هي معركتنا وأن دمهم هو دمنا، ولن يعيش العدو الصهيوني آمنا أو مستقرا طالما أنه يرتكب هذه الجرائم والتطهير العرقي ضد أهلنا في مدينة القدس. انتهت حلقتنا الاستثنائية هذا الأسبوع، لكن مسلسل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وهنا في قطاع غزة لم ينتهي بعد، وستبقى آهات الفلسطينيين لعنة تطارد الاحتلال أينما وجد. وإلى أن نلتقي بكم مشاهدينا الكرام الأسبوع المقبل، ابقوا دوما مع برنامجكم الأسبوعي من فلسطين.